الداتا شباب صباح الخير، اتمنى تكون بخير. احنا ان شاء الله بنشتغل على التست سيرت زي ما اتفقنا. احنا عندنا هنا اهو الترنيتنج كارنت سيرفيت ليسن 1 شابتر 4 تمام. في نوتس مهمه بيقول ان الهوت واير اميتر بيبقى نون يونيفورم نون يونيفورم بسبب ايه شباب؟ بسبب ان هو بيعتمد في القراءه بتاعته على ثيرمال افكت اوف الكتريك كارنت، وبالتالي كميه الحراره كوانتيتي اوف هيت ايكوال اي سكوير ار في الطايف، وبالتالي هنعرف يبقى بيرتبط بالاي سكوير. طب انا عندي هنا سؤال بسيط كده اهو بيقول لي ثوب ذا فيجر شو ايكوال ديفيجن اوف ذا سكيل اوف هوت واير اميتر اف ذا فاليو اوف 1 امبير از ا بوزيشن اكس تمام؟ بيقول سو وير ذا بوزيشن اوف ذا فاليو اوف 2 امبير اوف ذا سكيل اوف اميتر. طبعا احنا اهو شباب بيعتمد على الثيرمال افكت اوف الكرنت، يبقى القراءه بتعتمد على الاي سكوير دي موجوده في النوتس تمام. وبالتالي هنا اهو الكرنت ان هو كان 1 امبير كان واخد 1 ديبارتمنت 1 ديفيجن. طب لما يبقى هنا هو 2 امبير يبقى 2 باور 2 يبقى كام 4، يبقى المفروض ياخد 4 ديفيجن. يبقى هنا اهو ادي 1 2 3 4 يبقى هي الاجابه هتبقى نمبر هذا بعد البوزيشن بتاع مين شايف؟ عند البوزيشن بتاعتي. يبقى الإجابة القارة الواحدة هتبقى سي. بعد كده شايف السؤال اللي بعده. أما نتابع السؤال اللي بعده احنا عندنا هنا هو الإي سي سيركت هنقوله تاني. احنا عندنا الإي سي سيركت عندي دايرة فيها ريسيستنس أوني، في كويل أوني، في كابستر أوني. وبعد كده بندرس في ليسن 2 من نربط الريسيستنس مع الكويل او الاندكتور سيريس او الريسيستنس مع الكابستور سيريس او نحط الثلاثه مع بعض سيريس. يبقى احنا عندنا هنا شباب في ليسن 1 عندي لما يبقى فيها نون اندكتيف كوميك ريسيستنس يعني فيها ريسيستنس اونلي اند اندكتور اوف زيرو ريسيستنس اللي هي فيها كويل اونلي بيور. طب لو في كابستور تمام؟ ده كان عليها في ليسون 1. طيب احنا عندنا حاجة مهمة خالص في النوتس هنا اهو بيقول إن الأي ماكس اللي طلع من الإي سي سورس لو عندي هنا اهو سورس بالشكل ده وهنا سويتش وهنا كويل تمام؟ فأنا عندي إكس إيه؟ فأنا عندي هنا اهو لو أنا بتكلم على الأي ماكس الاي ماكس بيساوي في ماكس في ايه؟ ماكس. السورس هنا بيعمل حاجه اسمها في افكت والقيمه بتاعها القيمه الفعاله، انما هو لما يقول لي اي ماكس خلاص يبقى اي ماكس بيساوي في ماكس على البوزيشن الاي سي كارنت اللي هي مين؟ اكس ال، والاكس ال بيساوي اوميجا ال، اوكي؟ واوميجا بتيجي مع مين؟ مع اوميجا. وبالتالي تبقى هنا هقعد ليها ناب على ال، طب قيمه الاي ماكس. طب هل يعتمد على الفريكوانسي؟ لا، لا يعتمد على الفريكوانسي هنا. يبقى هنا دونت ديبند اون فريكوانسي، يعني باي انكريزنج فريكوانسي الفريكوانسي ده لو ليه قيمه، اذا انا عملت انكريز في الفريكوانسي الاي ماكس بتبقى كونستنت. تعتمد على ايه؟ على نمبر اوف تيرنس والبي والاريا والسيلف اندكشن كوفيشن، اللي هنا اهو معناها بتاعت سيلف اندكشن كوفيشن. اوكي. برضه من الحاجات المهمة موضوع السيلف انتكشن كوفيشن، أنا عندي ال بيساوي ميو في ايه؟ ان سكوير اوفر ال، يبقى هنا اهو ال دي هكتب تحتيها سيلف وهنا اهو هكتب تحتيها سولو. اوكي؟ يبقى هنا اهو السيلف انتكشن كوفيشن أو بنسميها السيلف انتكتس ديبند اون الماجنتيك بروبابيلتي، تعتمد على الكروس سكشن اريا، تعتمد على نمبر اوف تنس سكوير، وتعتمد على اللينز بتاع ايه؟ السيلولويد. اوكي. بعد كده بقى معانا سؤال جميل بيقول ان ذا نمبر اوف تيرنز اوف ان اندكتور ذات از كونكتد تو اي سي سورس انكريز سو اتس اندكتور ريأكتنس. بيقول لي اعتبر ان اللينز بتاع الكويل اند ذيس اريا ار كونستنت. اوكي. هنا اشرح كسؤال احنا عرفنا ان السيلف انتكشن كوفيشن بيعتمد على مين؟ على ال n سكوير. من اي قانون؟
قانون بتاع ال ايكوال ميو في ايه؟ ان سكوير اوفر ايه؟ ال. وبالتالي هنا حد قال لي ان النمبر حصل لها ايه؟ حصل لها انها انكريز. يبقى ال حصل لها ايه؟ انكريز. يعني هنا لو ابتدت لدبل يبقى تزيد لفور تايمز. فليحصل. وبالتالي الاكس ال تعتمد على مين؟ على السيلف انتكشن. وبالتالي من هنا السيلف انتكشن لما يزيد بفور تايمز يبقى الاكس ال انكريز برضه بفور تايمز. اوكي؟ اوكي. يبقى تي انكريز. السؤال اللي بعده بيقول ذا اوبزيت جريتر سنس ريليشن بتوين ذا فاليو اكس ال اند فريكونسي. وهنا عاطيني ستريت لاين وعندي هنا 45. فانا دلوقتي محتاج ايه؟ الماجنتيود اوف سيلف انتكشن كوفيشن. الماجنتيود بتاع سيلف انتكشن كوفيشن. تعالى نشتغل بسط شكل اهو. اول حاجه بتكلم على السلوك. بتكلم على مين يا شباب؟ على السلوك. انا السلوك هنا اهو عباره عن تاني انجل. يبقى السلوك هنا اهو ايكوال ايه؟ ايكوال 10 45 ايكوال 1. اوكي؟ اوكي. طيب وبعدين انا عندي بعد كده الاكس ال على الفريكونسي. اكس ال اوفر فريكونسي. هستخدم الاكس ال واكتب 2 باي اف اف ال على الفريكونسي. وبالتالي انا هكنسل مين مع مين شايف؟ الفريكونسي مع الفريكونسي. وبالتالي هنا عشان الكلام ده كله اللي متبقي منه اللي هو 2 باي ال. طب ال 2 باي ال ده السلوب. والسلوب احنا قلنا بيساوي كام؟ او قيمه عدديه بيساوي 1. يبقى انا عندي سيلف انتكشن كوفيشن بيساوي 1 اوفر 2 باي. بالكالكوليتر يا شباب لو طلعنا الكالكوليتر مع بعض وبدات اكتب 1 وانزل تحت واكتب 2 باي 2 باي اللي هي شيفت هير اطلع فوق نقول له ايكوال طلع رقم 0.159 طلع كام؟ 0.159. وبالتالي هنا الاجابه القرن الواحده هتبقى ايه؟ نمبر سي. اوكي؟ اوكي. طيب بعد كده شباب سؤال نمبر 3. انا عندي اوبزيت فيجر بيبين لي هي عباره عن دايره اي سي وعندي ايه؟ وعندي كويل. طيب سو اوبزيت فيجر ريبريزنت انتكتر اوف نيجليجبل اوميك ريزيستنس از كونكت تو اي سي دينوم هوز روتيشن اوف سبيد اوف اتس كويل كان بي تشينج. سو ويتش اوف ذا فولوينج جراف ريبريزنت ذا ريليشن the effective value of the current which was through the circuit. طبعا طالما في انتكتور يبقى هنا الاي ماكس مش بتعتمد على الفريكونسي مش بتعتمد على الاوميجا اللي هي السبيد اوف روتيشن. احنا عندنا الدينامو شباب هير احنا قلنا احنا بنعمل هنا بقى سبيد اوف روتيشن بيلف هنا هو الكويل من جوه حوالين ايه اكسس معين صح؟ يبقى سبيد اوف روتيشن. وبالتالي هنا اهو انا مش بيعتمد على الاوميجا مش بيعتمد على مين؟ على الاوميجا. طب نسبتها؟ نسبتها. اول حاجه شباب لما اجي اتكلم عن الاي افكت مش هي حاطه بقى هو بيتكلم عن اي افكت. فليحصل انا عارف ان السورس بيطلع اي افكت يبقى اي افكت يساوي ال V effect over هنا هاتي كويل يبقى في XL اللي نسميها inductive reactance. نسميها ايه؟ inductive reactance. و طبعا ال XL equal omega L تمام؟ وال V effect اللي عباره عن V max sin 45 V max sin 45. طيب في ال V max موجود جواها ايه؟ جواها اوميجا مش هي بتسمي ده اوميجا يس
اوميجا دي تكنسل مع اوميجا يبقى اي افكت تورنت ديبند اون اوميجا سو سيلف از ذا كوريكت انسر نمبر دي يعني هنا ها الاوميجا انكريز والاي افكت كونستنت تمام انا كنت فهمت السؤال ده بعد كده يا شباب معانا السؤال اللي بعده سؤال جميل خالص تيست يور سيلف بيقول لي انا عندي هنا هو شباب مجموعه من الكويس تمام اللي هي مرتبطه مع بعضيها يعني الاثنين دول سيريالز والبرنش اللي فوق مع البرنش اللي تحت هنبص نلاقيه اللي هو بارلل اوكي وبيقول لي ان عندي السورس الباور سبلاي 240 فولت وعندي فريكوانسي 500 اوفر باي هرتز اوكي بيقول ان الكرنت المعدي في السيركت من السورس 1 امبير 1 ايه امبير وبالتالي احنا محتاجين مين بيقول انا عايز السيلف انتكشن كوفيشنت بتاع الكوين اللي هو اللور اللي هو اللور بمنتهى البساطه يا شباب انا كده اهو انا دلوقتي شايف انا عندي هنا اهو ذا اوبزيت الكتريك سيركت اف ذا كارنت انتنسيتي ذات باس ان ذا سيركت 1 امبير ذن ذا فاليو اوف ال ايكوال 1 انا دلوقتي هقول ان انا عندي ال V افكت بتاعت السورس وعندي الكارنت افكت بتاع السورس وبالتالي لما اقسم ده على ده هيديني ايه؟ لما اقول V اوفر اي هيديني الاوبوزيشن لمرور الكرنت اللي هو عباره عن اكس ال توتال اكس ال ايه شباب؟ توتال يبقى انا عندي هنا 240 اوفر 100 اوفر 1 امبير ايكوال 240 وهنا هقول اوم اوكي؟ اوكي طيب بعد كده يا مستر بعد كده انا عندي هنا اكس ال ايكوال ايه؟ اكس ال ايكوال 2 باي فريكونسي ال داش اوكي؟ ايه بتاعتهم كلهم؟ السيلف انتكتنس بتاعت ايه؟ السيركت كلها. طب انا يبقى انا عندي كده لو عايز ال داش بيساوي اكس ال اوفر 2 باي فريكونسي. فريكونسي موجود عندي. اوكي يبقى انا عندي 2 باي وفريكونسي 500 اوفر باي وبالتالي احنا هنكنسل مين مع مين يا شباب؟ الباي مع الباي. اوكي والاكس ال هعوض عنها 240 يبقى انا عندي هنا 240 وبالتالي هنا انا عندي ال ال داش هتطلع بكام يا شباب؟ 240 على 2 تايمز 500 طبعا لو انا عملناها الان يا شباب هبص الاقيها تطلع ب 0.24 وبالتالي دي قيمه مين؟ السيلف انتكشن اللي بتتقاس بايه؟ بالهنري بتتقاس بايه يا ولاد؟ بالهنري طيب وبعد ايه؟ انا دلوقتي جبت ال ان توتال طيب تعالى نجمع دول مع بعض دول مع بعض كلهم يبقى ال ان بتاع ال 2 وال 3 تمام اللي هي ال 2 وال 3 بكام؟ ب 0.16 بلس 0.24 بالكالكوليتر هتلاقيها 0.84 هنا ليه وما فاضل لي انا ما اعرفش بكام فمش هتكون بدل بارل يبقى انا عندي هنا هو الايكوديرنت بتاعتهم يبقى 0.4 تايمز ال1 اوفر 0.4 بلس ال1 يبقى انا عندي 0.4 تايمز ال1 اوفر 0.4 بلس ال1 ده بيساوي مين؟ ده بيساوي يا مستر ال داش ال داش اللي هي السيلف اندكتنس بتاع السيركت طب احنا جبناها بكام؟ جبناها من شويه 0.24 يبقى احنا نحلها شيفت صفر نحلها بايه يا شباب؟ شيفت صفر طيب نجيب الاله الجميله بتاعتنا
وعندي ان احنا نكتب الكلام ده يا شباب، نكتب على الاله ايه؟ بمنتهى البساطه انا عايز اكتب 0.4 تايمز ال، يبقى احنا هنكتب شرط الكسر بتاعه زيرو 0.4 تايمز ال اللي هي عباره عن الفا، ونعمل بوست ده اهو تمام، وبعد كده ننزل تحت ونقول 0.4 بلس اكس شير اللي هي عباره عن الفا بوست، بعد كده اطلع فوق واقول ايكوال، طبعا ايكوال هكتبها شيفت، هكتبها الفا كام؟ الفا صفر، الفا ايه صفر؟ مالكش دعوه بدي، دي لا، احنا شايلينها بالالفا صفر. طب وبعدين؟ بعد كده شباب احنا بنعمل 0.24، وبالتالي هنا هقول يا اله حل المساله، مش هقول يساوي، من هنا اصلا فيها ايكوال، فبطلب من الاله اليمينه حل المساله، يبقى الشيفت سولف يساوي. طبعا طلعت بكام شباب؟ 0.86. طيب وبالتالي هنا اهو فين 0.6 هنا اهو؟ لو بصينا مع بعض شباب نلاقيها النمبر دي قولا واحدا، يبقى الاجابه هنا يا شباب هتطلع نمبر بي قولا واحدا. بعد كده شباب نشوف السؤال اللي بعده. لا دي نقطة مهمة، هنا بيتكلم على السيركت اللي تحتوي على اي سي سورس، تحتوي على كباسيتور، وبنعرف ان الاي ماكس تتناسب انفرسلي مع دايركتلي مع الفريكونسي سكوير، يعني الفريكونسي لو زادت دبل الاي ماكس تزيد لفور تايمز، كان احنا مش شرحناها قبل كده. طيب برضه من المعلومات المهمه برضه ان الكابستيف ريلاكتنس دونت كوز اني لوز ان الكتريك انرجي. ان الكاباستور بيخزن الالكتريك انرجي في صوره الكتريك فيلد. اوكي؟ بيكوز ديورنج ذا شارجنج بروسيس ذا كاباستور ستور ذا الكتريك انرجي ان ذا فورم ان الكتريك فيلد اند ذيس شارج at the charge at electric energy. Okay. At very low frequency, في حتى الفريكونسي القليل خالص, the circuit of the capacitor become as if it is open. Because the capacitive reactance of the capacitor is inversely proportional to the frequency of the current according to the relation xc equal 1 over 2 by xc. When frequency equals 0, xc equals infinity. وكأن هنا هو شباب السيركت بيكت اوبن. ده احنا بتاعنا شرحنا بالتفصيل شفناه عنه. طيب تعال نشوف السؤال اللي هنا يا شباب في تيست يور سيلف نمبر 4. احنا هنا شوف the correct answer. So the figure represents the relation between the accumulated electric charge of the two blades and the potential difference between two blades. وبالتالي هنا احنا عايزين نشوف دلوقتي هنا which capacitance has less capacitance. Which sees capacitor has less capacitance. احنا عايزين اقل capacitance. يبقى احنا عندنا هنا 10 كيلو من ال بي تبقى سلوب ايكوال كيو اوفر بي. نكتب القانون نفسه الكابستنس اوف كابستور بتساوي الشارج على الفولتج. انا عندي كابستور بالشكل ده، فالريشيو بين الشارج اللي بتبقى على احد اللوحين الى البوتنشال ديفرنس بين تو بليدز بيساوي كابستنس اوف ايه؟ كابستور. فهنا احنا دلوقتي احنا بندور على ايه؟ على السلوب. لكن السي اللي هي كابستنس اوف كابستور. طيب دلوقتي هو اقل كابستنس اللي هي اقل سي هي اقل سلوب. طب السلوب هو عباره عن تاني انجل اللي بيسمح للستريت لاين ده، يبقى انا عايز اقل انجل. مين اقل انجل؟ هو اللي يعملها الستريت لاين دي. يبقى الاجابه قولا واحدا هو الستريت لاين دي هو اقل كابستنس في الكابستنس A B C D. لا الدي ده اقل كابستنس اوف كابستور فين كلهم.
AC denom اللي هو ال AC source وهنا هاب كابستور. الكابستور عبارة عن لوحين توبليت اللي بينهم انسليتور وهنا ده كابستنس. فاحنا بنسأل على الاي ماكس. احنا قلنا ان الاي ماكس ده بروشن مع الفريكوانسي سكوير يعني برضه مع الاوميجا سكوير. لو عايزين نثبتها هنا من نثبتها انا مخلص الشغل عندي هنا اهو اي ماكس يبقى بيساوي دي ماكس اوفر اكس سي. طبعا اكس سي 1 اوفر دبليو سي او 1 اوفر اوميجا سي. وهنا الدي ماكس جواها اوميجا مش هي ده اوميجا ايوه ان اللي هي نمبر اوف تنس بتاعت الكويل. طب فين نمبر اوف تنس بتاعت الكويل؟ لو بصينا عليك شكل هتلاقيها من عيد الكلام تاني شابتر 3 ادي النمبر اوف تنس بتلف اهي اللفات بتاعت الكويل مش السايكل. لا انا بتكلم عن نمبر اوف تنس. ومين تاني يا شباب؟ وعندي كروس سكشن اريا اللي هو اللينث والويدث. وعندي مين؟ ناب. وعندي الماجنت تمام. يبقى الماجنتيك فلوكس دينستي واوميجا اللي هي سرعه الذره. النهايه احنا بنحسبها عن طريق اللي هي ما يقول لي 600 دوره في الدقيقه 600 سايكل في الدقيقه. يبقى انت بتقسم على 60 وتجيبها بالهرتز بعد كده تضرب في 2 باي ده اسمها الاوميجا. لو مش فاكر راجع تست يور سيلف شابتر 3. انا عندي هنا اوميجا تحت تحت يطلع فوق تحت تحت يطلع ايه فوق. وبالتالي هنا هو الاي ماكس بتعتمد على مين؟ على الاوميجا سكوير. وبالتالي هنا اشهر انا لو الاوميجا مكتوب هنا اوميجا سكوير كنت اخترت دي ولكن هي مش مكتوبه صح ولا لا؟ يبقى ما تنفعش هي مش تبعنا عشان هي مكتوبه ايه اوميجا بس تمام. يبقى ما تنفعش. هو عايز مع اوميجا مع اوميجا دي فانكشن من نوع الايفن. من احنا زي ما درسنا في ثانيه ثانوي الفانكشن من نوع الايفن بتبقى شكلها كده اهو اللي هي شكل كده اهو شباب او كده اهو اوكي. فطبعا هنا هو مع الاوميجا تبقى بالشكل ده اوكي. اتمنى تكونوا فاهمين. بعد كده شباب اخيرا وليس اخيرا معايا مساله جميله 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 جدا خالص خالص خالص. المساله دي انا عندي بطاريه وعندي كابستور وعندي كابستور وعندي كابستور الاثنين دول بارلل وده الخلاصه بتاعتهم يبقى مع ده سيريز. واحنا عارفين ان الكابستنس او كابستور بتبقى عكس ال وعكس الاكس سي وعكس كل حاجه. يبقى الكابستنس تبقى معكوسه يعني دول بارلل بس هستخدم قانون السيريز بتاع الريسيستنس. طب دول مع بعض هيبقوا سيريز. لا هستخدم قانون البارلل. يعني بمنتهى البساطه دلوقتي انا عندي 3 و 6 طلع بارلل الايكوديلر بتاعتهم هتبقى كام؟ طبعا هتبقى زي ما انت معاك هيبقى مجموعهم 9. طب وهنا هو 4 و 9 لا دول هيبقوا سيريس بس القانون بتاعهم يبقى 9 تايمز 4 على 9 بلس 4. انا بتكلم على الثي ايكوديلر. انا مش محتاج السؤال الصراحه بس هحتاج بعد شويه ان انا اعمل احط سؤال ده اكتر من ده. يعني انا عايز اعلي السؤال وهنقول سؤال اعمق من السؤال ده. السؤال ده بمنتهى البساطه هو سالني قال لي ان ذا اوبزيت فيجر ان ذا اكوميليتد الكتريك شارج اوف وان اوف ذا تو بليد اوف ذا فيرست كابستور 180 ميكرو كولوم. فانا بمنتهى البساطه هنا اهو عامل الكابستنس الاولاني راح اكتب 100 ميكرو كولوم. وانا عندي القانون بتاعي بيقول ان سي بيساوي كيو على بي. وبالتالي انا لما بحتاج الشارج اللي هي هتدخل على التوب بي على البلاي على التوب ليد بتاعت الكابستور يبقى انا هقسم مين الشارج على الكابستنس. لا انا هجيب الفولتج كده. انا عندي هنا هقعد كيو عند السي لما اجي اقسم الاثنين على بعض يديني مين؟ يديني ال دي اللي هي البوتنشال ديفرنس بتوين التوب دي. وبالتالي انا عندي 180 اوفر 6 يطلع كام يا شباب؟ يبقى هنا دي 1 ايكوال 30 فولت 38 فولت تمام. وطبعا ال دي 2 برضه 30 فولت عشان ده بيبقى بارد اوكي. طيب دلوقتي هو ايه المطلوب مني؟ حاجه انا مش عارف ايه المطلوب. هو بيسأل بيقول
correlated electric charge on the one of the two leg of the second resistor. هو مثلا عارف الشارج اللي هنا. الشارج اللي هو بقى تحت هنا. بمنتهى البساطة أنا مش عندي فولتج وعندي سي وأنا عندي كيو بيساوي مين؟ كيو بيساوي سي في. كيو بيساوي ها كيو بيساوي كيو اللي فوقي بيساوي سي مين؟ تايمز في. يبقى هضرب 3 مترو في 90 فولت. يبقى أنا عندي هنا ها كيو اللي هي الشارج اللي ساكنة في الكابستنس التاني عبارة عن سي 2 في الفولتج 2. سي 2 3 مترو خليها بالمترو برضه واضرب في مين في البوتنشال ديفرنس ب 30 يبقى يطلع 90. 90 ايه؟ اكيد الشارج بايه؟ الشارج بايه؟ كولوم بس هنا في مترو احط كلمه مترو. انا شايف ان الاجابات دي كانت مترو فعشان كده ما بداتش احول. اوكي؟ انت بدات تكون فاهمين كده اهو. طب انت مستر من شويه قلت لي انا عايز اعلى من المستوى. نعم معلش تعال نشوف البطاريه دي بكام. البطاريه دي بكام؟ البطاريه دي كام يا مستر؟ عباره عن الفولتج اللي هنا اللي هو هنا اهو كام؟ 30 30 فولت صح؟ تمام؟ والفولتج اللي هنا اهو. طب عايزين نحل، يلا نحل يا شباب. نبدا نحل. مبدئيا يا شباب انا عارف ان هنا اهو كام كان داخل كام شارج؟ كان داخل 180 شارج. تمام؟ 180 مترو كولوم وهنا لقينا كام 90 مترو كولوم. طب مش ده وده قانون كيرشوف بيقول لي ان هنا اه الشارج اللي جايه اصلا من جزء البدلي وهتدخل كده اهو كانت مجموعهم اه يبقى عندي 90 وعندي 180 يبقى 270 ونقول ايه مترو ايه؟ مترو كولوم. مترو ايه يا شباب؟ مترو كولوم. طيب وبعد كده يا شباب بعد كده انا عايز اقول حاجه مهمه خالص 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 في الموضوع ده. انا كده عارف الشارج اللي داخله هنا. طب لما اجي اضرب اضرب ولا اقسم؟ تعالى نشوف القانون بيقول ايه؟ سي بيساوي كيو على مين؟ على دي. طب انا محتاج الفولتج اللي هنا. عايز بي سي 3 عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على سي. كيو اهي. اللي هي بالمترو كلهم على مين؟ على هذا الرقم. على السي. وطلع الآلة الجميلة بتاعتنا. طلع الآلة يا مستر. ونقسم كام يا شباب؟ نقسم 270 وننزل تحت على 4 على ايه 4؟ نطلع فوق من الايكوال طلعت 135 على 2. 135 على 2 يعني اف دي شوف طلعت كام؟ ب 67 ونص. طبعا احنا بنقسم 270 بيبقى مترو كولوم على مين؟ على 4 ايوه 7 على 4 مترو فراغ. فالمترو بيطير مع المترو هيقعد اكتر حاجه بالاس اي يونت يعني هنا 67 ونص ده فولت. يبقى احنا عندنا هنا اهو هنقول هنا اهو نمسح تجربه اصلا يبقى انا عندي هنا هو احنا قلنا دي كام؟ قلنا دي 30 فولت وقلت هنا اه 67 ونص فولت ولما نيجي نجمعهم الجبري عشان ده من نفس النوع طالما كابستر مع بعض او كويس مع بعض ينفع انت تجمع ده الفولتج اللي هنا والفولتج اللي هنا وبالتالي لما نجمعهم ابص الاقي تطلع كام يا شباب؟ تطلع 97 ونص فولت. ده كان سؤال اعلى وراجعنا فيه شابتر 1. اتمنى تكونوا استفدتوا من التست يور سيلف. ثانك يو فور واتشنج ذس. كنت مع مستر وجيه المصري فيزيكس تيتشر ان ستيم سكول. ما تنسوش ان فيزيكس از فاكتور.